باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العظيم. دربي أو فضل دربي وراي أبو جابيان سؤال هو وحن جعل هاي الكلمات كبر أو قصة أبسن مهمة هاي تاريخ ولا هذا هاي هنا هل كان كسر جلس سؤال هو فضل. بعد بدن السلام يا دمانتين بعد بدهم هالتين سيد قرحة بدن هذا بس قبل كشان حفلة دا من دي كبو كان كرايس إذا هنترلاند رنتي أبي أنا في حد عاد وين بيجيت هاي نفتر كيف أنا نيروبي عن كنسو قيب قلو وحن كا قيب أحا بالفركي بوكا منيابلس أنا أعرف تفكر منيابلس وأنا هاي مركا عاد بدهم هالتين إن مركا بعد حان حبايرتي لهي نانو مهنيو هل كان سكون كيف قامي الحمد لله إن مركز لبعض نحرب أنا ونم هذا اليوم ونعم بليا دكتور عبد الرسام رفاع ممكن نسكح القامي إنه تاريخ ذا قبل كنا تاريخ عادل وقعدني هي قبل كان سومالي ستيت أما أوغادينيا وحكا قرم إن مركز عاد بعد ما تنتهي حان رجيني أبوك أنا إنه نقدم إذا كل جيم كفائنو إن أينو يبسنو إنه وقت قلنو إنه آخرنا إن ونو نقدم بوك بيرك اللي يدق بدن إن تاريخ ذا قبل كنا عادو تهن إن وحبذنا أيك القرآن إن شاء الله مركز هذا حرمينا وحير كي نأخذه مهمة أي تاريخ ولا ذحي تاريخ وسيلة إذا بوا برشلة دي بو بيجي دا بركلكا أي ما هو علينا به تجي مهمة أوين أي تاريخ ولا ذحي نوع عبرة في عشرة كتيرة ووابك إله سبحانه وتعالى نقولي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وآهنا عبرة يعلم يحق هذا شو يتاريخ بدن أينو وشرتو تاريخ ذا اللي وحيانا بدن أو نرشينا إن جهين كرا إن وحى تاريخ ذا وحي قام يسان فكر كتتك وحينا جهي يسان في إلا ذو ذا تاسو سامين كوين كيالة تاريخ ذا مركا قرم يسان إن وانا سوبتا كنتي إن أي قم استياشو إنت بدن وقت بدن يلعق بدن يددار بدن قليان إن مر إن حبابيان أما ترتران تاريخه ومدح أي قم استان إن مركا وحال ينوغ بهاي هاي تاريخ دلوتين إنو تدار بدن قلينو إن تاريخ دلو هي إذا بدأ أقاس تاجر تامك أو مدولبا إن أمدو مركا أي سنقرنا يتعيد أيهين باش أي كيمادين أدوك وحي كسو كرديين إن إيوه عقب دح مركا حيستا سيدة إحلكا كوي مادين إن وحا آد وفضوضاتين لنع إلا رب اللو جهيو إن كو وحا دعي كرتين أي طبنا ذي أما لباتوين كتشيلش وذي كهوري أي صوص ميان إسما طبنا ذي تشيلش هوري كسود عين إن يجون في تركوض بكل عان أما قاب أي وقم بحان أي قرم ويان إيو لغو إن أي يجو أي بقيب كان نقضى عن بها إرقلينتا أما حولفونتا أما فضوضينتا وحيالا بغن أو دسكا عدو قمرك أمدا كوا هم كميسانا يمسيك الهوا هاتا إن حدا فيو ذين يجو بدي إرقليان تاسوي كم من نقو كرتو دسكو ذين يجو دباتيان دلان daan aan abuuriyaan dibaacooyinka madee u geystaan jacayl inaad la soo dhaweysaan oo dalqado kooban oo hadal aan siiyo gudoomiye brander oo kamida asxaabta siyaasadda ee mucaaradka deegaanka Soomaalida waliba jigjiga markaad booqato waa dhawayd baan u tagay oo loo bilaabay soo joogay jigjiga markaad booqato waxa lagu oran brander iyo ur dhan mucaarada ay soo dhigo marka waxaan garanaysaa inuu maareeyay nin mucaaradiisu ay macna weyn ka leedahay deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiya inay tahay buuganna marka aan fiiriyay sawirkiisa xataa waa ka dhaxarkay marka taariikhda deegaanka ayuu isaga laftiisa qayb ka yahay gudoomiye soo dhawow waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan الحمد alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إلهي بما حد سكلا كلن كان إنه سهلي كتبنا وحنا ما حد علينا إياه مؤلف ككتاب كان صاحب كيوحمد جوجن سيارة واشنطن سيدو شيء إنك عايزي ملاري ومركا يقولها أفريقيا كده برجونينا مركبوك مركب يمد حاير منكم في اللي واكل لحظة هذا ضم هاد سنتين ملاري دنا وندقع عن فعضي تاريخ دنا وندقع عن فعضي رمتي بريهنا ده وحلو قرا لكن وحنا معناها سمعنا يا ويريهين مربع وحنا كقريب قال كبربع وحي ترى هذا رود دافور بان سمينا يا جيك جيك بو جيك كسو قريب قال بو جو حا عوان وحلك أفريقيا هني هو حاير ما أنت تشانس بابا تشير رود بو جا سوون الجذو كنا قريب قال إلا ما بقبي ماشي كو قرن وحلك أفريقيا ونكو قبيبة كم بليت اللي بعد دوجو
أنا جي مركب من هالشيء من ذوحة الشيء كان فاهم وياي مركب رنتي بوق يعني معنو نوسمي تاريخية إن يربح ربي مركينا قراقة عن كبيريو تاريخ أورت مركب جدا وأنا نوجان أورت حرير سن ماركتين رجيمي جا زمان فديان أورت ويسكو حرير سن تام حاسكو حرير حرق حرق هدي لجوي رتيق الدم يا كهرباء وضع صعنة يا رتيق الدم وايس تاجي يا وحاحد النقص على حرق جبل لجوينا يا سيدا درتاد كتاب كان وحو إيمانا يا وقتي باهيد وبضم بقى قمنينا تاريخ ضياد مدة لبعد وحان ربينا نكبر رجيو قراقة علاقة ذك بهجرتي وينجي نجد حيس عالم الإسلامي ما دام يسقوا هذا تي بدي إنجليش كاهيد وحان ملاينا يا ما قانون سو سو حكتي طلع علاقة دي حرر يا تركيا مصر واتقرني سان مركب دم سين إنجليز كإيمانا يي قنصل مصر يا ماشي اللي قالوا ريجي مركز على قدرنا أدب قوي واحد بل وحلا ديك رقني جودا بييبة حرر وحاجة عن تكوها يي دولة عثمانية أنت يا مصاري صور أحمريسي مركز قنصل ك إنجليز ك مركز وماش لو ريجا هي وحوك لو ريجا يا قنصل مصر يا مركز قيب تاسي إني وافعنا على تسي لو إفتي بيو رقابة ما دول يستعجل يجر على هذا قلب ككلين ربعين عن إفتي بيو حويان كتبوا وحاجرة السيدة يوسترين كو قرآن دير على إسلامي جا قبل كأنه لقى قرآن النية حجر له السيد فلايفل جوجل كهادات كشوفه ليسا وحليه هاي اللي ببوك أو اللي هذا مشكلة أوجدين لبده أبو كم سيدات بقول سيداتين تضبطي بقصوا بالعبا يا متكملة مركا وح وكتجي مجرو في عربي بقول قرآن هاي وح مركا كاسة عيد كرتا رواية ونن إنجليز ورينينين أما نن أمحارة ونورينينين ونن حرها عربها مسلم ورينا يوم ما لح بنا يذا قديض وأركت له بهين تاريخ ذا ندين على جي استعو وحاكلون ربي أضوه ده أركين والغي عربين وأركي أنتوا هل جن كسر كتب بضم بلقى قرة قبل كينا هذا دجال كسمن السمن كي نبى ماستر قوقاتي دجال كسمن السمن كي على قدر إن جد حيسي عالم كعربته مثلا نبى ماستر أنت بس قوقاتي انتو حتى دقالكو سعودي شيخ ابراهيم كتاب قري شيخ ابراهيم اوان الف كتاب اذوين الله كتاب بلاي هاي مد هزيمة ثالثة اللي راه ضير يمد وين وقاموس لك وكان هذا ودن بيئة شيخ يوسف علي روح ويسونا قرب كي اتحاد الاسلامي انا قاعد هاي صومالي قلبيت يسوي مد بلاي هاي شيخ عبد الله عمرنا مد بلاي هاي صدح ذا كتابه وحال قري لبعتين كسنة ودن بيسي مركز التاريخ دي بيجونا اركتي مدح بنان او تين ابي كو قريان وحان ربينا نكون دارو قبل كانوا ما أنت ماشوا مرة هيو نمبر ون بهديس وتاريخه. لقي يا بدقف كموادك عادي بيو إسبتال وصح. لكن حتى كهر موقتهن ولين تاريخ ذينا لما تبقى قدين أو جيل إن طلع أبو ري لما كان عينين ولا مجهينين. حب بل إنه هيستي لكن مد عن أنا قاكلة أو متعلمة أو كقنا عسن أو كله أنا كبحردار بنسكون مصيرنا هاي. إن ده من أجو. مد عن هذا كهر. ما أنت ويتاعنتها جيريشن دان 94 كلا قصوا باللعبة تكرهوا إلى ما أنت صدق كاسن وحكي شقينا ين ويلاقى باللعبة برايمري أو PhD هايستا أو كل ولي نبنا لما أدون سنين هذا واسس أقوه ولي نبنا لما أدون سنين بيتاعين دجال كأن أنا مركو هذا كهلا هيان مسؤولين بدن وحيد هان دجال كي جهلا أنتها أريج أولي ما مقشين واحد جهلا أنتي و 94 و 77 و 94 كهذا وحصل صار كل وجه وشوفت عنه ما أنت مركا متاريخ ذي مللك بالربا إن مقرر كعروت أنا تاريخ لو قديقه ومهم مركا إن إنه هوش أنت فهنه قد بدأ يقدم بيو حويان وحاب الصعوبة نين بوحو قريصة ونقر العجيب موقت الرجل بيت كل حجلي تذكرين الرسام على الرجل بيت بودي أنت إذا كوك عيسو إن ديتوي بيك قضان قرش نف مال إن لك بيد كوك عبودنا تكمل نقطان أرجع فيري، محيي لأن رجع أقبل معايا بباشي، سقرني وحول بسماعين، مرك أنت كنا نداه له، أوريه سومالي بالغودي مقدش، والامتحان بدل، مرك محيي رواني نعمله، ولا ليالو ما أنت جريتين كأنه حكوا حدين يا هاي، لو بدي رت سكوا حدير سنيد، أنا جا يوم مختل ظاهر حرك بسوق كايا حدنا، أنا جا يوم سبعين سبعين حرك بسوق كايا حدنا. ما أنت ده كان جوجا يو 77 ويحصل حلو سنة ما قصبة هذا دخل جوجي نما كان وهذا الشيء جاي دكتور مكمل يهبل بوقت القرآن يجيل كي السماستين بصوب حي أو كله واي وحن واحد لسان أنا هو حتى نتوب كم إذا هانا إنه أنا جو جريتان كنا قالوا كم إذا هانا إنه
يعني هو مكنن يدمقاء منك من ما هانيو فيري نينك أمحارك ومركو يتوبيا كميدي هاي لغديسي يدينتيسي يتاريخيسي بو هايستا هورتا إنا دودن كميد نقطية يلوانا تاريخ ذا دي شخصية ذا كتنازشو وحايلي كوي صدن كيساني هدودن بيسا قارهانا أبيوز قرينة يبا فكرة دا كيني جريليشن بين الصوص عارين مركو محان الله الدكتور كتاب كاقو حو إيمانا يا وقتي واجب تهي إن أنت بجد لو قبته كتب تاريخه بدل القراءة ريسيرش سنتر لو بدله ديجان كصومالي ده هو يدي سلو يجريتان كسلو إلى علينا يو السلام عليكم ورحمة الله محمد ملاينا يا وحنا لا تكتاي تايم كنا لسيء ونقع بريسي صومالي وسنيري وحقا عير داها لسكلو ما ندا داها سنين مركا عاد بعدين سلام يا وحن مركا هركيا نو عبد الرساق لكت عبد الرساق نبوغن قري waxaan islaahay inuu buug qoray waxaan islaahay buugaas uu noqon doonaa buug science si saad tirsaaq waxaan ku ogaa waa scientist waxaan ku ogaa isagoo Washington University ka diyaarinaya sida malaria sterilization loogu sameeyo oo islaahay wax badan ma ka soo bixi doono malaria Africa baa la dhufaani doonaa waa laga reesan doonaa laakiin waxaan umaleynayaa inuu arkay in baahi badan loo qabo taariikhda gobolkeena نو شعري وحكون الشهر جيسا أنا وحكون الشهر قبل الدهرة إكسو سومالي كوكاري مركا هدي عاد بمدة ير عاد سوم لوكا بسوكرتي مسك هذا هذا وح مرول بكو إمبرينتر كوا هو متقع نكتة أبغريسن لبعدوين كا أي يهجر دموين كلوج يستي تدك أنا وحام ملاني أنا وأفر سرا مشان سنة جوا baan kaso tilayga soo kahay wadankaas Soomaaliya wax ku bartay hadda ka horba magaalada San Diego California anigoo joogna yaa waxaan noqday fanaanadii saada Cali Warsame oo uu ololayn jirtay ONLF marka madal baa lagu weydiiyay waxa la yeeshay saada adiga wax maxaa ka galay ONLF iyo mataqaan ogaadeen haddii aniga waxa markaan yara gobolkaas aan ku dhashay iyadoo la baqanayo campaign-ka Ethiopia ee meeshan soo socdo oo la arrayo dhibaatoas baa maskaxdeeda ku jirtay tii markasta naciibkaas baan u qabaabay tii mataqaana Ethiopia marka Cabdirsaaq markii la duqeynayo boorami iyo ayaa maskaxdiisa ku qoran aniguna campaign-ka iyo baawrta Ethiopia dad ka array jiray isagoo yar oo la bajin jiray kamid aha marka markasta way ku qorantay maskaxdeeda in la helo qoraa Soomaaliyeed oo narrative-ka wadanka iyagu sameeya muhiimadeeda leedahay markasta dad kale ayaa inoo sameeyay narrative-kaas oo tiraana wax badan baan inooga lumeydaan Soomaalinahay qoraa la'aanta aad u fara badan waxaalaha waxa arkaysaa khaladaadkii dhacay siyaasadeed ee Soomaaliya dhexdeeda iyo ogaadeeyay iyo Soomaali oo dhan ka dhacay waxba laga ma barto waa lagu celiyaa iyagii baa lagu celiyaa ilaa maanta 1991 kii oo inuu wada goob joog u ahayn waxyaalihii dhacay ilaa hadda waa lagu celinayaa waxa laga ma barto kos qoraal ma jiro waa verbal oo afka umba la isaga sheegaya waa la iska iloobaya gobolkaas wuxuu ahaa Soomaaliya taxarta ah hadii la fiiriyo halganka ay Soomaali gashay gobolkaas ayaa ugu badan ee xabad la riday dadkii halgankaas buddhigaha oo ahaa intooda badan way dhinteen waxayna dhinteen iyagoo waxba qorin wax allaah waxay qoreen iyagoo jirin ayay dhinteen taas waxay keenaysaa in been la sheego qof walba narrative ku rabo uu sheego waxba aan laga baranin mistake in lagu celiyo hadii ilaa akhriso go'aamadii waxa soo dhinta akhriso mistakey ay sameeyeen khaladaadki waa laga leexan lahaa oo mataqaana waxa loo leexan lahaa xalka qoraaga waxbu qoray laakiin akhristayaasha rabaa iyaga naftooda inaan wax yiraahdo akhriska waxa weeyaan maskaxda ayuu koriyaa akhriyaha maanta waa leaderka berito qof walba waxa la weydiiyaa hobiga kamid tahay ninka leaderka waxaa la dhahaa buugaagteeb u akhriya hadda muxuu soo akhriyay oo buugaag ah waxaa laga gartaa halkaas fikirkiisa iyo meesha uu socdo hadda TikTok iyo Facebook iyo hadii lagu mashquulo maxaa waxba laga ma helayo marka qoraaga waxaa laga rabaa qoraaga hadduu qoray akhristayaasha oo innaga ah inaan akhrino buugaagta
maskaxda la koriyo muruqa jiimka marka la galo exercise kala siiyo ayay u yahay akhrisku maskaxda uu yahay in waxa bataqaana la akhriyo oo maskaxda uu kubcisaa mid kale waxaan dhihi lahaa qoraaga Soomaaliga ah waa ayaan daran yahay maxay yeelay maanta waxaan islahaa een hol weyn baa buuxa markaan soo galay waxay ahayd dib isugu dhigay waxay ahayd holkaasi buuxsamo waxay ahayd maanta in aad loo yimaado een qoraaga la dhirigeliyo hadaan qoraaga buugtiisa la gadanin oo la qiimeynin social value waxa la dhahaa jira qoraa kasta iyo qof kasta wuxuu culays ka saarayaa mujtamaciisu waxay value u yeelan waxay ay ka dambeeyaan ay value gareeyaan ayuu u yeelayaa mataqaana muhiimad hadii uu arko buug badan isku qoro oo arko mujtamaciisu aan akhrinaynin oo dan kala hayn waxba weydiinaynin isagana ma qori doono waraag Nuruddin Faarax ayaa mar wuxuu yimid San Diego UCSD jaamacad la yiraahdo oo jaamacadda Cabdirsaaq uu ka baxay ayaa casuuntay February waxaa la dhahaa African History of the Month baa la yiraahdaa Mareykanka marka Nuruddin aan soo Afrika qoraa Nuruddin oo taqaanaan baa laga soo faadgareeyay marka waxaan tagay habeenkaas aan ka qayb galay Nuruddin marka waxaa la yiri Nuruddin waxaaga dhan waxaad ku qortaa af ingiriis waa Soomaali maxaa ugu qorweys kas wuxuu dhahay aniga audiencigaygu waa English speaking audience ugu dhahay haddaan Soomaali qoro Soomaali waxa ma akhrisay waxa ii fiican buu dhahay inaan u sheekeeyo intaan waxaan qori lahaa Soomaalida oo sheeko uga dhigo kaas ayaad u dhageysanayaan baa dhahaa marka qoraaga buugta hal akhriyo hal qiimeeyo hal gato kas kharash maskaxda iyo fikirka iyo soo jeedka waxa u dheer qoraaga kharash baa u dheer buugtiisa hadaan la gadanin oo mataqaana at least bal kharashku galay aan laga soo uusan ka helin isna ma qori doona waa ku dheeraaday aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qoraa waan ku dhiirigelinayaa cawaal isna halka fadhiya maana arkaynin oo buuggiisa isna aan kaga qayb galay xamar aad baan ku dhiirigelinayaa buug qiimo leh isna qoray waxay ugu fiicnayd buug aanoo soo akhriyay inaan imaado su'aalo kaa weydiiyo laakiin haddaan gadan doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu calaa sayyidina maxamed calaa aalihi wasaxbihi wasalam wa salaamantihiin dhammaan soo qaybgalayaasha nin weliba meeqaamka aad ku timid baad ku salaaman tahay hal waxaan odhanayaa saaxiibka Cabdirsaaq oo halkan maanta wada joognaa labadii ka horna xaflada kalean Mareykanka wada joognay marka waan isnaba soconnaa waaban islaanay dadaya waxoogaa lacag siiyey marka waxay tidhi way duceysa waxay tidhi laga afri oo lagama af qado miyahay marka laga afriye anaga barmarin qor idinkana sidii wasiirku sheegay dhiirigelin baa laydinka baahan yahay dhiirigelintaasi waxa weeye in buugta la gato qoraag waqti buu geliyey maskax buu geliyey kharash buu geliyey haddaan laga gadanin wuu barmarayaa yuuna inaga barmarin waqti dantaaba barmarin isagoo ma aragtay isagoo aan ka xiisa dhicin dantaaba barmarin su'aal ay gabadhi weydiisay inay joogtay in kala ma aqaanay yaa waxay ahayd kali professorku si fiican buu uga jawaabay laakiin su'aashaasu waxay la mid tahay mid la mid oo waxaa jirta la yiraahdo ree hebel webigay sonkareeyeen waa labaduba waa su'aalo ama waa weero ama waa eray bixin lama jara habaabiyay strategically bay ahayd in sonkor iyo hub iyo wax laga dhacay ingiriiska awood lagaga cishadana aan lahaynin in la yiraahdo inana waxaan ka raran karaan damaariyo xitii noo qaadanaan qaadano inta kale aan webiga ku daadino tii baa loo bedelay maaragtay way macaaneynayeen tan kaalina ama qaali na taan bay la mid tahay anu waxaan ogahay shirar noocaas oo yaryar oo ingiriisku qabanaya waqtiga odayo badan oo waagaa wax garadaha uu Xuseen Xaylaan ka xusi karo in la xidhiyay markasta oo geedka la isugu tagay ama la daabinayay la daahinayo baawurka wada laga banjarinayay oo waagaana meel tayar lagaga bedelaa muuna jirin 1963 waxaa dhacday in odayaal 13 oo reeraha ah oo reer Soomaaliye galbeeda oo ay is urursadeen xayla salaasi ugu tageen maaragtay Addis Ababa oo ilaahayna anagu waan go'aynaa iska sii gaanada raggii meesha tagay waxaa ka mid ahaa aadan handal nin la yiraahdo
وحكمدها الله نحرست لبدودبا الله نحرست وحكمدها حرس حسن بدي وحكمدها مجرتين وغاس عبدي شركه وحي شيغي مجرتين وغاس عبدي وان كسوري لما كاس وحي ميشا او تغنين ان دان وروانو كا تغينا نسيدا اسنا وحيري مخاردي لا جوجت وحي يادين وا تريسن معنيه واحد قدب ragama halal waan la yaqaan qorto loo waan 13 oo soo rusay ragii markaa wax garad ku aha bulshada aha ee xirsa xasan bidii waxa la ii sheegay inuu yiri deerta maanta inaynu isku jabayno ee yaa xilahayaga furay wana ku dhintay oo lagu dilay deerti ayad ahayd aadan hadal waxa la yiri rooba waqtiga Ethiopia ma adso waa meel roob badan waxa la sheegay in inta boqorkii iyo boqor uu xafan soo istaago oo daaqada geeyay oo arkay maragti roobku markuu do'o dhibicdu dhulka iyo daadku durbay ka sii raacay markay dhastiraana wad arkay laakiin marka dambe biyihii ay ku darsantay isna waxa la sheegay inuu yiri ee deertar meenta dhigeen sida dhibicda iyo daadka ay isugu darsami doontaa waa dagaal meesha 63 iyo 64 Afrika jabada ka sameysteen marka shan ama sideed sano ka hor ninkii yiri u shaada ninkii loo hayaad ka qaadan kartaa loo dhiibta shan sano kadib muuna dhahan dhigi iyo dadkeena isku dhacay meesha waxaad ka garanaysaan inay maaragtay wax jiraa inay ahayn marka sheekooyinkaas ayay ka naftiyaa in laga tabartay baahan tahay mar labaad Cabdirsaaq waad mahadsan tahay bugaagta hal lagato anuu haafna waxaan ahay haafna bar quarter ban hadda reemiro ahay soo dhawaad waad ku mahadsan tahay inaad timaadeen Cabdirsaaq soo dhawow waxaan salaamayaa madanaha buuga qoray Dr. Cabdirsaaq Warfaar salaamun alayka aad baan kugu soo dhameynayaa Nairobi maadaama aan reer Nairobi ahay salaan leedna noo soo gashay waxaan ku leeyahay inuu aad soo dhawow karibu sana Soomaaliga ka mid tahay soo dhawow maadaama aan aqoonin waa soo dhawow inta kadib waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga FEB iyo mas'uuliyiinta inaga jooga Soomaaliya damaantiin waan in salaamaya ka soo qayb galayaasha waan wada salaamayaa iyagana qof kasta waxaan ku salaamayaa maqaamka uu meesha ku fadhiyo assalaamu alaykum soo dhawaada Adnan baan kaag dhawaaya inaan qaban qaabiyaasha kamid ahayd laakiin xogaa leesnimadeeda ay la hadhay marka soo dhawaadaan idin leeyahay damaantiin inta kadib horta ummadu markii ay oral society taas sida Soomaalida loo yaqaan oo kale ee waa u bariye dad wax qoray ay maaragtay dad wax qoraa ay ku soo biiraan waxa fiican in la dhiri galiyo oo waga cusub ee bariyeyda la garab qabto oo support la siiyo iyo taageero hadii kala de oral kiiba lagu noqonaya marka hadii dad badan oo wax qora la helay bariyahan aad baa buugaagta loo daahfuraa aad baa wax loo qoraa waxyaabo badan oo muhiim ah la qoraa taariikh ah la qoraa hadii marka dadka qoraya aan la garab istaagin oo dabcan dalada way jiraan wax qoraaya aan maragtay la garab istaagin oo garab istaagaasi mid daladooda loo maalgeliyo iyo mid suuqgeyn iyo mid dhirigelin aan loo sameynin sidii mas'uuliyiinta horeba ay u sheegeen iyagana way iska damayaan hadii taas ay dhacdana de waxay noqonaynaa un ummad muddo dheerna aan wax qori jirin oral society ahayd haddana dabki yar ayaa uu kac u soo baxay maragtay dad intii yar dadaalaysi ay haddana maragtay ay iska daalaan oo maragtay ka joogsadaan wixii ay wadeen markay inaan noqonin burti foolate ee jiirka dhashay aynu dadaalo inteena aqoonyahanka wax qoraan garab siino aad iyo aad baan idin salaamayaa Cabdirsaaq mar kale soo dhawow baan leeyahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barashada quraanku waa fursad iyo deeqa la bixiyo inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun hadiiba jiclee inaad hesho macallin ubadkaaga diinta islaamka iyo quraanka kariimka kugu barbaariya waxaan ku hayaa dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee Darul Falaah Quran Online Academy oo ah dugsiyada ugu faca ballaaran ee habka online-ka ku bixiya cilmiga shariicada islaamka si wanaagsan u tarbiyadeeya ubadka qurbaha ku nool aqoonta kala duwan ee dugsiga lagu qaata waxaa ka mid ah barashada quraanka kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga iyo barashada aasaasiyadka cilmiga shariicada islaamka sida fiqiga tafsiirka caqiidada iyo waliba ducooyinka sanad dugsiyeedka dugsigan ayaa soo kordhiyay qayb ardayga lagu xiftisiinayo quraankiisa sidoo kale waalidku kaga nasanayo cidii xiftisiinaysay ardaygiisa
darsigii yoomiyanka loo soo dhigay dugsigan ayaa hadaba ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca sanad dugsiyadkan waxa uu qaadanayaa arday kala joogta qaaradaha Yurub Ameerika iyo waliba Aasiya hadaba waalid ubadkaaga keen oo hadda ka mid noqo bahweynta dugsiga Daarul Falaah Quraan online adigoo ka wacaya taleefannada iyo WhatsAppka shaashada kaaga muuqda balanteenu waa jaaliga aynu tuurnayno barano diinta Islaamka.